قتلنا انتحارية كانت تحاول تستهدف زوار الإمام موسى الكاظم، وهذه الانتحارية حقيقة كانت جاية من الموصل، وكان عندنا عمل استخباري جيد في يوم في حقيقة في ساعات متأخرة من الليل، وعرفنا موقع الانتحارية، والأخ مدير استخبارات القيادة انتقل إلى المكان ذاك وتأكدت المعلومة وقطعنا المنطقة بالتمام. وكانت المفروض هي الساعة 5 الفجر تنتقل إلى الكاظمية وتنفذ العملية. احنا قبل هذا العمل قبل هذا التوقيت الساعه 4:30 دهمنا المكان، حقيقه ما وجدناها، ما لقينا الانتحاريه، وصابنا القلق. يعني احنا القلق في قياده عمليه بغداد المواطن ما يحس به، بس احنا نحس ثقل اخواني. المسؤوليه مو سهله امانه، وكنا متابعين لهذا الى حد الساعه 12 الظهر. جتنا اشاره، انا كنت متوجس انه لا تسلك طريق ميسمين وممكن انه تنفذ الى بغداد والى الكاظميه المقدسه وتسوي عمل، ولكن جتنا الإشارة بعد الساعة 12 أنه متأكدنا أنه موجودة، والحمد لله أن كانت إجراءاتنا قوية. بس تعرفون أنه بعد الطرق النيسيمية حقيقة ما تقدر تسيطر على الطرق، والحمد لله تمكننا من عدها، والساعة 11 بالليل حاصرناها وتم قتلها وانفجرت. يعني إخواني من شدة العصر والتفجير المدرسة انهدمت عليها. شوف إيش قد كمية المتفجرات اللي كان شعلتها الإرهابية، وشوف ايش قد مقدار الحقد اللي داعش اللي يقتل كل الناس. احنا بالمرصاد اخواني حقيقه، قياده عمليه بغداد ما تدخل جهد، قياده عمليه بغداد اليوم بتعاون مطلق مع عماله بغداد، مع محافظه بغداد، مع كل الدوائر الخدميه. كل الشكر والتقدير الى كل من ساهم بهذه المناسبه.